السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. انطلاق قمة الرياضة بمحور رقابة والتنظيم في الشؤون المالية والإدارية. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ تسجيل الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني للتوظيف. تمرير موعد فترة التسجيل لجائزة التميز الحكومة الإلكترونية 2019. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت قمة الرياضة بمركز المحرق الشبابي النموذجي بمشاركة صناع القرار من مختلف الجهات الرياضية والداعمة للحركة الشبابية البحرينية. جاءت قمة الرياضة بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لخلق منصة حوارية مثالية للتفاعل مع المسؤولين والمعنيين في القطاع الرياضي وعرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالرياضة في المملكة والتحديات التي تواجهها، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة. طبعا احنا في البدايه شاكرين توجيهات سيدي سمو الشيخ ناصر بانعقاد هذه القمه، وهذه القمه يعني هي احد خلينا نقول الاهداف اللي تصلنا الى الغايه. احنا يعني ما نبغي نكون رقم اثنين، احنا نبي نكون رقم واحد في العالم كعاصمه الرياضه، اذا ما كنا اليوم ولا كنا باكر ان شاء الله عقب باكر، بس على اساس ان احنا نوصل الى غايتنا، الغايه بان الرياضه او البحرين تكون عاصمه للرياضه وان الرياضيين يكونون الافضل اللي احنا عندنا، فيجب علينا ان احنا نعمل. وتهدف قمه الرياضه الى الارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي تنفيذا لرؤيه البحرين 2030 وتفعيل سياسه البيئه التنافسيه العادله المفتوحه تماشيا مع مبادرات البرنامج الوطني استجابه، وتعزيز مبدأ المشاركة والتحاور من أجل خلق بيئة رياضية مثالية وإشراك مؤسسات القطاع العام والخاص في رسم مستقبل الرياضة وتفعيل دور الإعلام الرياضي في وضع الحلول والمقترحات والسعي إلى تطوير الآليات والإجراءات المتبعة في القطاع الرياضي. محور الرقابة جاي من السياسة الأساسية من الدولة، فأعتقد بأن أي مبادرات أو أي ملاحظات راح تطلع اليوم من اجتماعنا يقترحونها سواء كانوا الأندية والاتحادات راح تصب في مصب التطوير الرياضي في مملكة البحرين، وهذا هو الهدف اللي احنا نبغيه واللي يصب فيه. الرياضة التنافسية لابد تكون مرتبطة بالإنجازات اللي حققها، والموازنات لابد أيضا تكون مرتبطة بهذه الإنجازات. اليوم تشرفت في المشاركة في قمة الرياضة اللي تبناها سمو الشيخ ناصر بن حمد برئاسة وزير الشباب والرياضة، وكانت من أهم المحاور اللي هو الرقابة. هذه جزء مهم هو في الرقابة على القطاع الرياضي، ونتمنى التوفيق لسمو الشيخ ناصر في هذه المبادرة، وبالتوفيق للجميع المشاركين في هذه الفعالية. انطلاقا من مبدأ المشاركة والتشارك في وضع النقاط التي ستطرح في قمة الرياضة، فقد وجهت وزارة شؤون الشباب والرياضة الدعوة إلى جميع الجهات المدعوة من أجل تقديم أفكارها ونقاطها وإرسالها إلى الوزارة لطرحها للمناقشة في القمة، لتكون جميع النقاط التي ستطرح للنقاش نابعة من كل الجهات المشاركة. انطلقت اليوم قمة الرياضة بمشاركة واسعة من صناع القرار في مجال الرياضة، وتأتي هذه القمة برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. شوق الدوسري، السادسة، تلفزيون البحرين. بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف في مقرها الرئيسي بمدينة عيسى، وذلك للباحثين عن عمل غير المسجلين في القوائم المقيدة لدى الوزارة، مؤكدة في هذا الإطار دعوة هذا الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والمتمثلة في أن يكون في سن العمل القانوني،
وأن يكون عاطلا عن العمل وليس طالبا أو متقاعدا أو صاحب سجل تجاري، وأن يكون مستعد للالتزام بالمراجعة الدورية وقبول فرص العمل والتدريب التي تقدمها الوزارة. الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يتضمن خطة متكاملة لتعزيز وتيرة توظيف المواطنين واستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، كما أنه يحقق العديد من المزايا للباحثين عن عمل. أعلنت لجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومة الإلكترونية 2019 المقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات عن تمديد فترة الترشح والتسجيل الأعمال للجائزة لغاية 6 مارس القادم، مشيرة إلى أنه في ظل استقبال هذه الأعمال المترشحة للجائزة عبر موقعها الإلكتروني ارتأت تمديد موعد التقديم نظرا للإقبال المتزايد واستجابة لمطالبات المؤسسات والأفراد الراغبين في التسجيل ورغبتهم في الحصول على وقت إضافي يتيح لهم إعداد متطلبات التسجيل وتقديم الأعمال بأفضل صورة مفصلة. تدشن هيئة تنظيم سوق العمل في شهر مارس المقبل النظام الجديد للعمالة المنزلية الذي يستحدث مجموعة من الخدمات المميزة للتسهيل على المواطن والمستفيد، إذ سيتم استحداث تقديم طلبات استخدام وإصدار تصاريح العمالة المنزلية من خلال أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة إلكترونيا ليتم اختصار 4 معاملات في معاملة واحدة فقط، كما يمنح المستفيد إمكانية إصدار وتجديد تصريح العامل لمدة 1 أو 2 اختيارياً. شهد مسرح البحرين الوطني انطلاقة مهرجان ربيع الثقافة 14 حيث قدم على خشبته عرض البالي المسرحي العالمي شهرزاد، وكان جمهور مسرح البحرين الوطني على موعد مع أداء لأشهر الراقصين المنفردين وفرقة البالي الروسية بمصاحبة عزف أوركسترالي مباشر. ويأتي هذا العرض بتزامن مع يوم السياحة العربية الذي تم اعتماده حين كانت المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2013، وانطلاقة تعكس شمولية هذا الموسم السنوي الذي يساهم في تعزيز صناعة السياحة الثقافية في مملكة البحرين. هذا ويستمر مهرجان ربيع الثقافة 14 حتى نهاية شهر أبريل القادم، حيث يقدم باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. ربيع الثقافة نسخته 14 في مسرح البحرين الوطني، نحتفل بيوم السياحة العربي وبداية ربيع الثقافة، وأيضا مناسبة عزيزة علينا اليوم العيد الوطني لدولة الكويت. تحية لكل الأهالي ولكل القادمين من خليجنا العربي إلى البحرين ليحتفلوا معنا بالربيع. تشاهد هنا عدد من ضيوفنا من المملكة العربية السعودية من الكويت الشقيقة، الكل يقصد البحرين في هذا النشاط الذي تكرس عنوان الثقافة
الثقافة عبر 14 عاماً. في نسخته 14 يستقبل الكثير من الأنشطة والفعاليات، هي ليلته الأولى في هذا المسرح الجميل، مسرح البحرين الوطني. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. منتدى المؤسسة الخيرية الملكية الرابع تحت شعار كرامة إنسانية. نظمت أسرة الأدباء والكتاب حلقة حوارية حول أدب الطفل في البحرين بحضور عدد كبير من الكتاب والمهتمين بأدب الطفل ومن طلبة جامعة البحرين. وتقدم الحلقة الحوارية جميع الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال، ومنها المسرح والموسيقى والقصة والشعر والسينما. ويعد مفهوم أدب الطفل مختلفا من مجتمع إلى آخر حسب الفلسفة التي يمارسها المجتمع الذي يعيش فيه الطفل. نظم مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث محاضرة عنوانها بعض تحولات الثقافة السياسية العربية، إذ تم تسليط الضوء على مفهوم الثقافة السياسية من حيث النشأة والتطور ومؤسساتها ونماذجها، فضلا عن القيم والاتجاهات والتحولات الاجتماعية التي تطرأ عليها. وتناولت المحاضرة التي تأتي تزامنا مع فعالية ربيع الثقافة 2019 حضرها مجموعة من الشخصيات والإعلاميين والمهتمين، تناولت الاستراتيجيات السياسية المتبعة في المتغيرات الثقافية والاجتماعية. طبعا مثل هاي الندوات والمحاضرات مهمة جدا للبحرين، خاصة في الوضع الحالي ان البحرين تمر بمراحل مختلفة. ومنذ 2001 لما وضع ميثاق العمل الوطني، البحرين سياسيا تحولت، ومثل هاي المحاضرات تعطينا فرصة ان احنا نشوف تجارب دول اخرى، نشوف التحديات اللي الدول الاخرى كانت تواجهها. تنظم المؤسسة الخيرية الملكية منتدى المؤسسة الخيرية الملكية الرابع تحت شعار كرامة إنسانية، وذلك في الثالث من شهر مارس القادم. وسيركز المنتدى في نسخته الرابعة على محاور الكرامة الإنسانية من خلال طرح رؤى مختلفة لصون كرامة المحتاجين وتقديم العمل الخيري والإنساني بأساليب حضارية تحافظ على كرامة الآخرين، إلى جانب توحيد السياسات العامة التي تحكم تقديم المساعدات الخيرية والإغاثية. هذا وتسعى المؤسسة من خلال منتدى المؤسسة الخيرية الملكية السنوي إلى تبادل الخبرات والتجارب فيما يخص الجانب الخيري والإنساني، من أجل تعزيز أطر الشراكة المجتمعية وتطوير العمل الإنساني بما يتناسب والتوجهات العالمية. وإلى حالة الطقس في محافظة مملكة البحرين. ونتابع في السادسة غدا. كلية الهندسة بجامعة البحرين تطلق مسابقة الروبوتات للجامعات المحلية بهدف تنمية قدرات الطلبة على تصميم الروبوتات وبرمجتها. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.